القراءات القرآنية مع القارئ الشيخ عبد السلام النعيمي. سورة البقرة، الآية 98، رواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقرأ ورش عن نافع. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وقرأ أبو عمرو ورويس عن يعقوب. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقرأ ابن كثير. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وقرأ شعبة عن عاصم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وقرأ حمزة وخلف العاشر وأبو الحارث عن الكسائي. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وقرأ الدوري عن الكسائي. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. القراءات القرآن.